إذا نرجع نرسم هذا رح أرسمه بشكل مكبر الآن. إذا رسمنا خط من هون رح أفترض هاي التوب سبيد عندي هيك من هون، وخليني أفترض إنه هاي زي هيك، وهذه خط مستقيم، وهذه مثلا زي هيك، هذه عندي هاي قطعة. هلا نهتم بهاي القطعة هون، ركز عليها. هلا إذا احنا فرضنا إنه هذه واحد، رح يكون هذا الكيرف هاف تي سكوير، مضبوط؟ وهذا بتراوح من صفر. هلا لاحظ، تذكروا قديش أنا رح أضل على هذا حتى الأكسلريشن توصل واحد. إذا الجيرك عندي واحد، قديش بدي وقت حتى الأكسلريشن توصل واحد؟ فاهمين شو السؤال؟ عندي الأكسلريشن رح تبدأ تزيد، مضبوط؟ قديش القيمة القصوى للأكسلريشن؟ واحد. الجيرك قديش قيمته؟ واحد. إذا قديش الزمن اللي بدي إياه حتى الأكسلريشن توصل التوب سبيد تبع التوب فاري تبعها؟ واحد. هيك، لأنه هذه واحد، فهاي واحد وهاي واحد، مضبوط؟ إذا هاي قديش رح تكون؟ 1 سكند. الكل فاهم ليش هاي 1 سكند؟ هيها هذا الكيرف اللي من هون، رح أضل أزيد لحد ما يوصل. هل الأكسلريشن هون وصل التوب فاليو تبعه؟ والتوب فاليو تبعه قديش قيمته؟ واحد. أوكي ماشي، الكل فاهم هاي؟ هلا ننزل خط من هون. مساحة الترابيزويد إيش بتساوي؟ خط مساحة الترابيزويد مش هيك؟ إذا عندي شبه منحرف زي هيك مثلا، ايش شبه المنحرف لازم يكون فيه؟ هذا موازي لهذا، مظبوط؟ إذا هدول الخطين متوازيين، إذا مساحة هذا شو بتساوي؟ هاد زائد هاد في نص، مش هيك؟ الأفرج تبع هدول التنين مضروب في المسافة ما بينهم هدول، مش هيك؟ فهذا إذا كان هذا A وهذا بي وهذا سي، وطبعا هذا لازم يكون عمودي. المساحه شو بتساوي؟ الاريا تساوي A زائد B على 2 مضروب في سي، والسي هي المسافه العموديه بينهم، طبعا لازم تكون رح نحتاجها هلا. فلاحظوا هلا عندي هاد، وهلا هون رح ارسم خط صغير من هون. ملاحظين هاي المساحه شو بتشبه؟ بتشبه هاي المساحه، مضبوط؟ هلا رح اسمي هاي، هاي المسافة رح اسميها T1، هاي المسافة رح اسميها T2، وهاي المسافة رح اسميها T3. اوكي؟ هلا باي سيمتري شو رح يكون عندي؟ لو نزلت هذه من هون، هاي ايش رح تكون؟ مساوية T3، هي T4 بس مساوية لـ T3. هلا رح ننزل هون بخط مستقيم بحيث انه يقابل هاي النقطة هون بخط مستقيم، وبعدين اخر شيء رح نعمل هيك، وهاي باي سيمتري هاي شو بتساوي؟ هاي مضبوط، ونفس الشيء هاي بتساوي. قديش العرض هذا متوقع يكون؟ 1 سكند. الكل فاهم ليش 1 سكند؟ نحن قلنا الاكسلريشن بزيد باخذ 1 سكند حتى يوصل الفاليو تبعه، مضبوط؟ هلا مشينا هون زيرو، هلا الاكسلريشن عنده نقطة هاي ايش رح يصير فيه؟ رح يبدا ينزل، قديش رح تاخذه حتى يرجع لزيرو؟ نفس ما اخذه حتى يطلع من زيرو لواحد، فرح تكون هذه كمان 1 سكند، وهاي 1 سكند، وهاي 1 سكند. ماشي، الكل فاهم هاي؟ الاريا تحت هذا الشكل قديش لازم تكون؟ هذا لازم يكون مواطن معنا 20. 20. طيب اذا هاي كلها 20، قديش رح يكون النص هذا؟ 10. من المساحة هاي، مساحة هذا الشكل زائد مساحة هذا الشكل اللي هو شبه منحرف زائد هذا الشكل قديش لازم تكون؟ 10 متر. إذا الأريا on left بتساوي 10 meters. أوكي؟ وهاي منها رح نطلع هلا التوب سبيد، إحنا اللي مش معروف عندنا هو التوب سبيد. نعم. الاريا هلا هون اللي بلخبط الطلاب شو بصير؟ بصير يقول لي دكتور كيف اريا بتساوي ديستنس؟ مش هيك؟ متكامل الفوق، لانه هاي الوحدات هون متر بير سكند وهذا سكند، فمتر بير سكند مضروب في سكند بعطيني متر، فهي اريا تحت الكيرف بس هي بتساوي ديستنس كفرد. اوكي؟ دكتور عادي نعم عادي عادي ايش؟ نعم طلع علي صوتك عادي ما اقول فاهم مش فاهم لا احكي لي عشان اشرح لك. لا ليش ما تكون فاهم؟ بس فاهم بشرح لك.
هلا احنا بدنا نطلع انا معطيك معطيك الديستنس الكليه اللي قطعناها مزبوط هي الديستنس الكليه اللي قطعناها هلا عندي هان عباره الوحدات هون ايش هي متر بير سكند الوحدات اللي هون سكند مزبوط فالاريا تحت الكيرف عاده الاريا تحت الفي اوف تي كيرف اجينست تي ايش هي ديستنس والاريا تحت الاي اوف تي كيرف اجينست تي فيلوسيتي والاريا تحت الاي اوف تي كيرف تحت تي راح تكون او الجي اوف تي كيرف تحت تي راح تكون ولازم يكون هذا تي ها مش ديستنس هذا لازم يكون تي عشان الوحدات تصير صحيحه اضرب متر بير سكند في سكند راح يعطيني متر فهذه الديستنس هلا احنا مش عارفين ايش التوب سبيد راح نوصل لها في اكثر من طريقه حتى نعملها انا بحلها هون جرافيكلي هلا ممكن تحلها انت بطريقه ثانيه ما في مشكله انا بحلها جرافيكلي فبدي اخذ المساحه هاي هلا المساحه كلها بدها تكون 20 مزبوط اذا نص المساحه هاي شو بدها تكون 10 باي سيمتري المساحه 10 هي عباره عن المساحه هاي زائد المساحه تبعت شبه المنحرف هذا زائد المساحه الصغيره الموجوده هون مزبوط ورح نقطع مساحه هون هلا بنقدر نحسبها رح نقطع مساحه هون رح نحسبها رح نقطع مساحه هون رح نحسبها مزبوط هلا احنا عارفين السلوب هذا 1 متر بير سكند مزبوط احنا نطلع الاريا تحت هذا الشكل الاريا احنا عارفينها بدنا نطلع احنا اكسبريشن للاريا واساويه ب 10 راح يطلع معي توب سبيد اوكي ماشي واضح فاهم طلع معي التوب سبيد من هون وكمان انا تي 2 مش عارفها مظبوط انا تي 2 مش عارفها هون انا عارف تي 3 وعارف تي 1 وعارف تي 4 وعارف تي 5 هذه 1 سكند وهي 1 سكند وهي 1 سكند وهذيك 1 سكند تي 2 وتي 5 انا مش عارفها ما عارف قديش الزمن الكلي اللي راح ياخذ بس المفروض جرافيكلي هلا لما نبدا نحسب جرافيكلي راح يطلع معنا نقدر نطلع هدول الاشكال المختلفه اه اوكي هلا خلينا نبدا بهاي ونحسبهم شوي خلينا اول شيء نحسب قديش المسافه اللي بقطعها هون احنا باي ديفينيشن المساحه اللي راح اقطعها من هون لهون هي عباره عن ايش مش عباره عن الانتجريشن تبعت هاي ايش المعادله هون نص تي سكوير اذا راح تكون عندي دي 1 خلينا نسميها دي 1 يعني الفتره اللي قطعتها المسافه اللي قطعتها خلال الفتره هاي بدها تساوي انا هون عندي تي سكوير دي تي وانا مشيت عليها من 0 ل 1 مضبوط شو بتساوي هاي بتصير تي كيوب مضبوط على 3 من 0 ل 1 وتساوي صح نص تي سكوير عفوا نص اه كان عندي نص مضبوط هاي هون المعادلة نص لانه احنا بدينا ب ب ب تي وبعدين صارت نص تي سكوير فهي بتصير نص تي سكوير وتساوي تي سكوير على 5 هاي عندي هون نص تي سكوير فراح تصير نص تي كيوب تاع 3 من 0 ل 1 فبتصير عندي نص في ثلث 1 على 6 متر يعني احنا خلال المسافه هاي هون بنقطع سدس متر ونفس الشيء هون بنقطع سدس متر هلا هاي كمساحه اذا بدي احسبها هي بعدين راح استفيد منها لما احسب المساحه الكليه اللي موجوده هون مضبوط المساحه الكليه هاي مع القطعه هاي هي عباره عن ايش مستطيل بس المستطيل ايش راح اطرح منه نص سدس هاي المساحه اللي موجوده هون فهاي الارتفاع الكلي هو في ماكس مضبوط عندي كل هذا في ماكس وهاي العرض قديش؟ واحد فلو سمينا هذه دي 1 راح اسمي هاي المساحه دي 2 وراح اسمي المساحه هاي دي 3 دي 3 بتساوي في ماكس اللي انا مش عارفها لسه مضروبه في 1 ناقص 1 على 6 وتساوي في ماكس ناقص 1 على 6 مضبوط هي طلعنا دي 3 ايش طلع عندي هون؟ عندي هون تي 2 وعندي هون هلا نطلع على هذا هذا اللي هون وصلناه احنا هلا هون هل بقدر احسب قيمه في عند النقطه هاي قديش السرعه كانت عند النقطه هاي بقدر مش هيك ليش ما انا عندي معادلتها مش هاي هاف تي سكوير مش احنا بنقول انه في اوف تي بتساوي هاف تي سكوير بالفتره تي من واحد من زيرو لواحد مظبوط إذا في شو بتساوي بنهاية الفترة هاي؟ نص إذا في at 1 بتساوي نص متر بالثانية وبالكامل نحط من هون هذه هيها هون هاي نص
متر بير سكند، ونفس الشيء هون نص متر بير سكند. وباي سيمتري كمان قديش راح يكون هذا الاختلاف اللي هون؟ نص. مش هيك مزبوط؟ كل واضح فاهم؟ هذا الارتفاع مساوي لهذا الارتفاع من هون. اذا راح يصير عندي هذا الارتفاع نص متر بير سكند. طيب هذا الارتفاع شو بيساوي؟ بي ماكس ناقص نص، لانه هذا كمان نص. اذا بصير عندي هذا الارتفاع من هون هو في ماكس ماينس نص، مظبوط؟ وهذا الارتفاع نص. اذا مساحه هذا الترابيزويد من هون شو بتساوي؟ الترابيزويد اللي هي دي 2 بتساوي، قلنا مساحه الشبه المنحرف بتساوي ضلع زائد الضلع الثاني على 2، مظبوط؟ مضروب في المسافه بينهم، قديش المسافه بينهم؟ مضبوط هيك واضح لهذا؟ اذا بصير عندي هلا بي ماكس ماينس 0.5 زائد 0.5 على 2، مضبوط؟ هذا مضروب في تي 2. هلا في عندي مشكله، لو كملت انا مش عارف في ماكس ومش عارف تي 2، مظبوط؟ لان احنا بنقول انه دي 1 زائد دي 2 زائد دي 3 شو لازم يساوي؟ 10 متر. بس انا مشكلتي عندي هلا مجهولين، عندي في ماكس مجهول وعندي تي 2 مجهول، اوكي؟ حتى نحل هاي المشكله رح نرجع لل ايه الاكسلريشن، احنا عارفين الاكسلريشن فبنقدر نطلع علاقه بينهم. طلع على هذا المثلث اللي هون. هذا السلوب معروف، مظبوط؟ مش هذا السلوب واحد؟ إذا هذا السلوب واحد معناها نيوميريكلي هذا الارتفاع بيساوي هذا الطول، مظبوط؟ أنا راسمه طبعا بشكل سيء، بس هو هذا ما دام السلوب تبعه واحد، السلوب هو دي واي على دي اكس، مظبوط؟ دي واي ايش هو؟ هذا ايش الارتفاع اللي هون؟ اللي هو في ماكس ماينس نص ماينس نص، مش هيك؟ إذا في ماكس ماينس واحد، يعني هذا الطول من هون هو في ماكس ماينس واحد بيساوي، وهذا الطول شو هو؟ نفس الشيء تي 2. اذا عندي في ماكس ماينس 1 بيساوي مظبوط. طبعا احنا هون اليونتس غريبه، مظبوط؟ ايش ليش اليونتس غريبه؟ لانه ايه بتساوي واحد ما بينت، لانه هاي وحدتها ايش؟ سكند، وهاي مترز بير سكند، بس احنا الاكسلريشن واحد، فلما ضربنا فيها ظبطت اليونتس على الجهتين. اذا صارت عندي محل تي 2 ايش بقدر احط؟ في ماكس ماينس 1، مظبوط؟ إذا بقدر الآن محل تي 2 هون هي تي 2، محل تي 2 ايش راح أحط الآن؟ هذه عبارة عن في ماكس ماينس هاف وبلس هاف، شو راح تصير؟ في ماكس على 2، وهون راح يصير عندي في ماكس ماينس 1، أوكي؟ إذا صار عندي هاي بدلالة في ماكس، هاي نص، وين كانت دي 2 دي 3؟ اه هاي دي 1، دي 1 قديش طلعت معنا؟ دي 1 اصلا كونستنت سدس، مش هيك؟ دي 2 قديش طلعت معنا؟ او دي 3 حسبناها؟ في ماكس على 6، مظبوط؟ او في ماكس ناقص 6. ودي 2 هي حسبناها، اذا جمعت هدول الثلاثة الان بقدر اطلع في ماكس. بيطلع معي حلين نعم؟ بيطلع رقمين ورقم منهم نون لوجيكال، هلا بنشوف. نجمع هلا احنا بنقول انه دي 1 زائد دي 2 زائد دي 3 بيساوي دي توتال على 2 ويساوي احنا كنا 20 متر على 2 وتساوي 10 متر. دي 1 شو بتساوي؟ 1 على 6 زائد دي 2 شو بتساوي؟ في ماكس على 2 في في ماكس ماينس 1. في ماكس على 2 في في ماكس ماينس 1، وبعدين عندي دي 3 شو بتساوي؟ زائد في ماكس ماينس 1 على 6، هاي شو لازم تساوي؟ 10. هل هاي بتنحل؟ مجهول واحد، مش هيك؟ هلا لاحظوا عندي ماينس 6 وزائد 6، هذول الاثنين بيشطبوا مع بعض، بس تطلع معي الايكويشن كودرتي. في حلين، واحد منهم له فيزيكال سيجنفيكانس، هلا ممكن الثاني يزبط في حالات معينه بس مالوش علاقه بالحاله هاي. اذا خلينا نضرب كل شيء باثنين عشان نتخلص من الاثنين اللي هون، راح تصير عندي هذه 2 وهاي راح تصير 2. في ماكس في في ماكس راح تصير في ماكس سكوير ناقص في ماكس زائد 2 في ماكس ايش طلع عندي؟ بدي ارجع 20 ناقص 20 تساوي 0. اذا
في ماكس رح يطلع لها قيمتين، طلع لنا اياها والله اذا حد هون، صارت عندي ماينس في ماكس وبلس 2 في ماكس شو بتصير؟ بتصير بلس في ماكس ناقص 20. قديش تطلع معنا قيم في ماكس؟ 4. 4، وايش الرقم الثاني؟ سالب 5. سالب 5 بهاي الحالة بحالتنا احنا مالوش فيزيكال سيجنيفيكانس، اه؟ الأربعة إذا نحن بنعتمد أربعة، الأربعة إيش وحدتها؟ مترز بير سكند. لاحظوا هاي نص كانت تحت أربعة، إذا هاي قديش كانت السرعة هون؟ ثلاثة ونص. هون ثلاثة ونص، وهون نص، وهون عمال بتراوح من نص لثلاثة ونص. هلا بقدر أطلع تي2، تي2 قديش تي2؟ بتساوي في ماكس ماينس واحد، إذا تي2 رح تكون وهاي ثلاثة، مش هيك؟ باي سيمتري. شو صارت التوتال تايم هلا؟ كان عندي انا اصلا ثانية وثانية 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 عارفهم ونضف لهم ثلاثة وثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة واربعة عشرة، اذا التوتال تايم بيساوي عشرة سكند، اذا هي نتيجة وهي النتيجة الثانية اللي طلعنا فيها اللي هي 4 متر بير سكند، اوكي؟ طبعا في حمد.